بخصوص المصحات دكتور، أنت تتحدث حول هذا الموضوع، برأيك اليوم هل عندنا إنكار لتفشي هذه الظاهرة، ظاهرة المخدرات، لدرجة أنه حتى ما فكروا بإنشاء مصحات لمعالجة المدمنين؟ سؤال ذكي. هي نوبات يا ست، يعني حقيقة تتكلمين مع الأسف، يعني يأخذون مسألة رجل ما تأخذ بالعلبة الآن. هو الآن السؤال، قانون 2017 مضبوط؟ إذا إحنا عندنا قانون المخدرات ووجدت الهيئة العليا الوطنية لمكافحة المخدرات، بس اسمها يرهب. نعم. وين العمل؟ يرأسها السيد وزير الصحة. ما لها نتائج. أنا مقصد طبعاً الواقع. أنا ما أريد أسمي يعني السيد يعني وزير الصحة، الرجل هذا صار 6 شهور، لكنه من يوم 2017 يوم وزراء الصحة اللي كانوا، كم مصحة لديكم؟ التقرير موجود عندي. زين؟ الآن فتحوا مصحة اللي هي على القناة. عندي زيارة لها إن شاء الله قريبا. التقرير اللي جاني كلها فقط 5 محافظات لا تتجاوز من 20 إلى 30 يعني سرير. طيب هاي الآلاف نسبة المدمنين بالآلاف عافية كيف يعني؟ زين والله احنا عندنا في المستشفى الفلانية تقرير كامل في لمعالجة المخدرات ردها ب8 أسرة، والمستشفى الفلانية ردها ب12 سرير. وينكم يعني؟ ويكم هاي يعني هاي المليارات مال البلد، واليوم هاي الجائحة الخطيرة جداً.